وجوانب مختلفة دائما نتحدث عنها في حديثنا عن الصحة والعافية، في العافية الجسدية والعافية المجتمعية، وهي جوانب مختلفة لهذه العافية التي يحققها كل الذين يعملون في مساحات العمل التطوعي بشكل خاص. هم يزعون لعافية الفرد وعافية المجتمع في جوانب مختلفة، ونسعد دائما أن يكون معنا مجموعة من الذين يعملون في هذه المساحة تحفيزا لروح العمل التطوعي وثقافة العمل التطوعي، وعرض مشروعات مختلفة يمكن أن تتضافر حولها الجهود للإنجاز. سعداء اليوم صباحا أن يكون معنا مجموعة من المجموعات التي تعمل في العمل التطوعي، هي مجموعة شيبنا وشبابنا. الأستاذ سامي آدم شريف هو مسؤول المال بالمنظمة، مرحب بك وصباح الخير. ألف مرحب أخو التيسير، ومرحب بقناة الشروق، ومرحب بالجمهور، وإن شاء الله نكون خفيفين على الإخوة المشاهدين يعني. مرحب بك. الله يخليك. وخلينا بداية نتحدث عن شيبنا وشبابنا، البدايات وفكرة التأسيس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة شيبنا وشبابنا أساسا بدأت من عمل المسؤولية المجتمعية لصالة تحفتي، يعني الرئيس أو صاحب هذه الصالة الأستاذ عباس الماحي بدأ بدايات فردية بقدرة فول في عطبرة، كمان يعني عطبرة مسقط رأسه، وكان بيوزع قدرة فول، طلب الفول للناس المحتاجين والناس الفقراء والضعاف. بعدها لما ربنا أكرمه وافتتح الصالة كان ضيوف شرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب الإعاقة الذهنية، وهو بيرى دائما أنه في مسؤولية بتقع على عاتق الصالة وعلى صاحب الصالة وإدارة الصالة نحو المجتمع، فكان دائما حريص في أنه من كل فترة وأخرى يعمل عمل يعني إنساني كبير للمجتمع السوداني. حيوا أكيد. ونحيي الأخ من هنا، أخونا عباس الماحي وأسرة عباس الماحي، زوجته تحف ودكتور إسلام مدير الصالة. حيوا جميعاً. ونحن انضمينا لإدارة الصالة صراحة، وبعد ذلك نشأت فكرة المنظمة، منظمة شيبنا وشبابنا، ولم تكمل العام حتى الآن يعني. وصراحة يعني منذ اللجنة التمهيدية للمنظمة نحن بدأنا بالعمل الإنساني، بدأنا بدعم مرضى السرطان والسكري والكلى، وقمنا بدعم مراكز الكلى وغسيل الكلى، وده كان برنامج كبير في الصالة يعني صراحة. والمبلغ الذي جمع في هذه الفترة قمنا به بصيانة مركز كلى مزدلفة في الحي يوسف، وصراحة لقينا الوضع كان صعب شديد جدا. ممكن في مراكز يعني واحد من المشروعات، لكن بما اننا تحدثنا عن انه في الحاج يوسف فهو ده كان السؤال، يعني المؤسسه انطلقت من عطبره، فالسامع قد يظن انه الاعمال مقدمه لاهلنا في ولايه نهر النيل فقط، فجميل انه المؤسسه خرجت بابواب مختلفه لولايات مختلفه وحتى موجوده داخل الخرطوم، فالمشروعات ما حصريا على نهر النيل. صحيح، يعني احنا حصة شعارنا ذاته في المنظمه لا جهويه ولا قبليه، يعني حتى في كل أعمالنا، يعني حتى لاحقاً اللي قدام لما جينا عملنا الزواج الجماعي كان بيشمل كل السودان، من الجزيرة، من غرب السودان، من شمال السودان، من الخرطوم، فهذه نظرة أساساً نحو السودان، يعني إحنا بننظر إنه السودان ده هو إنسان واحد بغض النظر عن المناطق والقبائل والرؤى المختلفة، يعني لأنه صراحة يعني هدف المنظمة ذاته جزء من الأهداف هي إزابة العنصرية الموجودة، لأن هي شيء قبيح جدا في المجتمع يعني. وأي عمل إنساني، الإنسان هيومن يعني الإنسان ده بتخدمه أنت كإنسان مهما كان يعني، يعني ودي يعني شيء بتضيف للإنسان إنك أنت تقدم ولو بسيط يعني. فبدينا بأصحاب الكلى والسكري والسرطان، ووقفنا برضو مع الإخوة في مستشفى الزرة، كانوا بيمروا برضو بمحنة، وقفنا معهم وديناهم كمان يوم في الصالة لأكتوبر الوردي سرطان الثدي، جانب التثقيفي أكثر، جانب تثقيفي، وكان فيه ندوات واستشارات وبحوث كبيرة قدمت في الصالة صراحة. يعني إدارة صالة تحفتي يعني صراحة هي مثلت لنا مركز وعمود فقري للمنظمة، يعني أنت لما تمتلك صالة أكيد
تحديد نحن يعني كبير. نتحدث عن المشروعات نفسها. نعم. اليوم وانت بتتحدث عن جوانب مختلفة للعمل الإنساني إذا كان على مرضى الكلى أو مصابي السرطان، وبالتأكيد هي أصبحت مشكلات مختلفة وتحديات بتواجههم على وجود العلاج أو حتى يعني الدفع للعلاج، وهي أسعار مرتفعة جدا. فخلينا نتكلم عن الأعضاء وكيف يمكن أن نستجلب الدعم. طيب قبل الدعم أنا أديك نبذة، يعني في أشياء بسيطة حتى غير مرئية يعني في المراكز. هنرجع للمشروعات تفصيلا. يعني طيب الآن ما أتكلم عن السرطان والكلى، خلينا نتكلم عنهم. طيب الدعم، الدعم أساسا زي ما قلت لك بيتمركز 90% من رئيس المنظمة أخونا عباس الماحي، يعني هو قاعد يوفر لنا كثير من الدعم المادي بجهد خاص. بجهد خاص جزء بسيط جانا من الإخوة في السلاح الطبي برضو في المجال بتاع الدعم، وبرضو في بعض الخيرين يعني صراحة يعني قدموا لنا من أدوية وعلاجات، برضو قدمناه محاليل طبية ويعني أشياء صراحة يعني عينية أو مادية. فالمنظمة بتقبل كل الدعم يعني، وصراحة إن إحنا بنكون حريصين على توثيق هذه الأشياء وتسليمها لمستحقيها يعني، وبنركز على الأشياء العينية أكثر يعني. يعني صراحة لأن الأشياء المادية دي قد تبعدك لأشياء كثيرة جدا، لكن تركيزنا دائما على الدعم المادي، الدعم المعنوي العيني، ودي بتمثل لنا صراحة يعني جزء كبير من الـ من الـ من الأشياء. ثاني في ننتقل على لمشروع آخر، يعني الحديث عن دعم الأسر المتعففة، يعني واحد من المشروعات للمؤسسة ممكن أيضا كان فيه جهد كبير ودعم كبير، فخلينا نتكلم عن المشروع. طبعا نحن عملنا ورش تدريبية للأسر المتعففة حتى تعين على الدخل، يعني أنت لو وديت شخص مال بكرة بيخلص، لكن لما تديه مهنة وتديه صناعة صراحة بتديه يعني شيء يقدر يصطاد به، يعني تدي السنارة أحسن من السمكة. عملنا ورش تدريبية في مجال صناعة الصابون والعطور والميك اب، وعملنا تخريج ليون في الصالة برضو. صراحة يعني دي بتدي دفعات للأسر في إنها تقدر تكتسب يعني، ده غير إنه بنشجع الناس الأساس عندهم صناعة بعمل بازارات مخفضة يعني تسويق لمنتجاتهم أيضا يعني. يعني أنت مش بتساعد الزوار بس بالتدريب، ولا حتى في التسويق ذاته بنجي نعمل بازارات مخفضة بأسعار رمزية بتساعد الأسرة في الدعم في العائد المادي، وبتساعد المواطن أيضا في أسعار المخفضة. ويمكن دي واحدة من المشكلات اللي بتواجه المشروعات الصغيرة، في إنه هو حتى الموجودة من العمل اليدوي أو غيره قد تكون فيها مشكلات في التسويق. صحيح. فمن النظر لمشروعاتكم يعني التسويق حتى الآن، أشكال مختلفة للتسويق، الاستجابة للتسويق لهذه المنتجات. صحيح جدا جدا يعني، يعني انت الان قد الناس بتعاني مرات عشان تمشي تشتري بعض الاشياء، لكن انت لما تجمع كل الصناعات في نقطه مركز واحد في سوق واحد او بازار واحد، انت كده بيجي المواطن بيلقى كل الاشياء اللي هو عايزها في منطقه قريبه جدا يعني، وفي منطقه واحده وسهله التسويق يعني. وده بدي دافع انه الناس تجي الان ما شاء الله كل البازارات اللي احنا بنعملها خلال الفترات السابقه دي كانت يعني حضور بشكل حضور كبير جدا جدا وناجحه جدا جدا، وحس في رمضان ان شاء الله برضو هنستهدف السلع الرمضانيه باسعار مخفضه ان شاء الله. هنرجع نتكلم عن مشروعات رمضان، لكن خلينا نتكلم عن بقيه المشروعات اللي قامت بها المنظمه حتى الان. طيب نحن زي ما قلنا لك بدينا من الاحتياجات الخاصه والاعاقات الذهنيه، وعملنا يعني حتى المشروعات ذاتها في مشروعات ترفيهيه يعني، عملنا مثلا يوم اليتيم وقدمنا هدايا يعني. يعني انت الدعم ده ممكن يكون معنوي يعني، لما تفرح مسكين تفرح يتيم تفرح تقدم له هديه بسيطه برضه ده نوع من الدعم. عملنا هو زي ما قلت لك دعم السكري والسرطان والكلى، عملنا الزواج الجماعي، عملنا الزواج الجماعي كامل شامل وكان يعني نوعي جدا جدا من كل السودان يعني شارك فيه زي ما قلت لك قبل شوي كل القبائل السودانية في الخرطوم كان، لكن جونا ناس من الجزيرة وجونا ناس من الشمالية من ولايات مختلفة، وحس عندنا إن شاء الله برضو في زواج الثاني إن شاء الله في العام القادم ده إن شاء الله. عملنا برضو صراحة يعني
تكريم يعني دي لفتة احنا جبناها يمكن جديدة في العمل الإنساني اللي هو كرمنا الناس اللي دعموا المتضررين. نحن في العام السابق نحن دعمنا المتضررين. العام 22 ده نحن كرمنا كل الذين أو معظم الذين ساهموا في الأحداث والكوارث المرت بالبلاد. يعني أي زول السيول الأمطار في السيول الأمطار في النزوح في الأشياء في الأحداث المتفاوتة كرمنا النازل تكريم معنوي. طبعا هو تكريم بسيط لكن يعني أنت لما تقدم حاجة لزول قدم أساسا بتلفت الآخرين لتقديم المساعدة أيضا. يعني وهي كلمة شكر بسيطة في حق إنسان يعني أحس بهذا المجتمع يعني. ونحن يعني قصدنا يعني إنه نحفز الناس إن تحزو حزو هؤلاء في ناس كتار عندهم الإمكانيات ولكن منتظرين الإشارة أو التلميح في إنه يقدموا. والشعب ده شعب مليء بالخير يعني طبعا. صراحة يعني ما اتجهنا لإنسان إلا وكان سباقا لنا يعني. ويعني بذرة الخير في الشعب السوداني كبيرة جدا جدا ونحن إن شاء الله بنتعاون مع أي شخص ومع أكاتبنا مفتوحة لأي مشاركة. حتى هنرجع لطريقة الوصول وطريقة المشاركات بعد ما تحدثنا عن البرامج القادمة في رمضان. صراحة يعني زي ما قلت لك نحن في رمضان بنستهدف إفطارات رمضان بنستهدف قبليها المواد الاستهلاكية للمواطن. في رمضان برضو في مناسبات كثيرة بتاعت زواج وكذا برضو بنستهدف الناس ديل بعمل بازارات مخفضة شديد جدا. بنبدأ بالمواد الاستهلاكية في الأول وبعد ذاك لما يبدأ رمضان بنبدأ نعمل الإفطار الرمضاني للجهات إذا كان في الطرقات أو إذا كان ناس في أماكن مستشفيات أسواق الناس اللي بتقابلهم الأذان في الطرقات وكذا. عندنا برضو فكرة الزواج الجماعي الثاني لكن حيكون في الأضحى إن شاء الله في عيد الأضحى إن شاء الله. وبندعو كل الذين يعني متعسر أمامهم الزواج إنه يتصلوا بنا إن شاء الله في تسهيل مهام وإكمال زواجهم إن شاء الله. طيب وهو مباشرة نقول طرق الوصول إذا كان في طريق للمحتاجين لمختلف المشروعات وممكن يصلوا لشيبنا وشبابنا أو حتى الداعمين اللي حريصين إنه يدعموا مشروعاتكم فكيف طرق الوصول؟ نحن المقر الرئيسي لنا اللي هو في صالة تحفتي في بيت خطيم ده المقر الرئيسي للمنظمة. بعد ذاك عندنا الضباط الثلاثة الرئيس عباس الماحي الأمين العام أحمد الشيخ اللواء أحمد الشيخ سامي عبد الشريف اللي هو شخصي أمين المال. وإن شاء الله عندنا موقع برضو في الفيس صفحة في إن شاء الله برضو يعني فيها موجود عليها الأرقام موجود عليها الأرقام والتواصل يعني إن شاء الله. جميل. نحن نتمنى كل اللي بيشاهدونا اليوم قادرين على إنه يدعموا هذه المشروعات ويكونوا حاضرين من خلالها يكونوا موجودين أيضا في كل الأعمال والبرامج اللي بتقدمها شيبنا وشبابنا. زي ما ذكر أستاذ سامي الصفحة موجودة على فيسبوك وفيها كل الأرقام ونحن دائما من خلال صباح الشروق ندعم كل الأعمال الإنسانية. شكرا جزيلا أستاذ سامي آدم شريف أمين المال بمؤسسة شيبنا. أنا سعيد شكراً. يعني بوجودي بقناة الشروق وحبيت إنه ألفت إنه يعني قناة الشروق هي جزء من الناس اللي احنا كرمناهم كان كإعلاميين وفنانين في تكريم الداعمين للأحداث. لأنه المساهمة قد تكون بكلمة المساهمة قد تكون بفنان يعني في ناس سألوا عن الفنانين في فنانين أقاموا حفلات مجانية لدعم السيول الكورس. نعم. فنحن كرمنا أي زول إذا كان قدم حفلة أو إذا كان قدم سطر إذا كان قدم غناء إذا كان قدم برنامج. مرة ثانية بنشكر قناة الشروق ونحن بنشكر عملكم والجهد هذا النوع من الجهد في الإعلام لا يستحق الشكر لأنه هو واجب الإعلام إنه يقدم هذه المساحات.